اول واحده معايا بتتكلم عن ايه؟ اول موضوع عندنا ديلي روتين، تمام كده؟ ديلي روتين ده الحاجه اللي بعملها ايه؟ بعملها كل يوم، هستخدم فيها زمان ايه؟ مستمر بجد؟ مضارع البسيط، المضارع البسيط اللي بيعبر عن يا ريت تسكتي. المضارع البسيط اللي بيعبر عن عاده او حاجه بتتكرر كل يوم، بعبر عليها بزمن المضارع الايه؟ البسيط. يبقى انا لما اجي يجيب لي موضوع عن الديلي روتين كل الجمل بتاعتي هتبقى مضارع ايه؟ مضارع بسيط. يعني ايه مضارع بسيط؟ يعني لو انا هقول اي او ذي او وي او يو هيبقى الفعل شكله ايه؟ في المصدر. طيب لو انا هتكلم عن هي او شي او ات، لو هتكلم عن هي او شي او ات الفعل هيبقى شكله ايه؟ في اس. يعني عايزه اقول انا بصحى بدري، انا بصحى بدري هقول ايه؟ اي جيت اب ايرلي. طب هي بتصحى بدري، شي جيتس اب ايرلي. همشي كده بقى، لو انا هتكلم اديني الروتين بتاعي انا اي، يبقى هيبقى كل الافعال ايه؟ مصدر. كل الافعال هتبقى مصدر. لو قال لك يور ديلي روتين، رايت اباوت يور ديلي روتين، اتكلم عن روتينك اليومي، انت هتقول انا ايه؟ اي. يبقى الفعل هيبقى عندي في الايه؟ في المصدر. هنقول جمل على الديلي روتين. اول حاجه بقول انا بصحى امتى، بعمل ايه، النشاطات اللي بعملها بالنهار الصبح، وبعدين بروح المدرسه، برجع بعمل مثلا الواجب، بتناول الغداء مع عائلتي، ارسل اصدقائي، العب فيديو جيمز، اتفرج على التلفزيون، انام، تمام؟ ده النشاطات اللي بعملها كل يوم. يبقى اول جمله ولا هتكلم عن الديلي روتين اقول ايه؟ ماشي، اي ويك اب او اي جيت اب. طب لو انا هتكلم عن الديلي روتين بتاع حد تاني، بتاع اخويا، بتاع صاحبي، في الحاله دي هعمل ايه؟ احط الفعل ايه؟ اس. يبقى اخد بالي بس من الجزئيه دي. لو انا هتكلم عن نفسي يبقى الفعل في المضارع، لو هتكلم عن حد تاني يبقى الفعل مضاف اليه ايه؟ اس. يبقى قال لك الديلي روتين بتاعك هنمشي كل الافعال بتاعتنا مصدر. اي جيت اب ايرلي ات، واقول اي هاف ماي بريكفاست، اي جو تو سكول، اي دو ماي هوم ورك، اي تكست ماي فريندز، اي بلاي فيديو جيمز، اي هيلب ماي مام. كل الافعال اهي في الايه؟ في المصدر. هتكلم عن الديلي روتين بتاع حد تاني، يور فريند ديلي روتين، الديلي روتين بتاع صديقك، اقول هي جيتس اب، هي هيلبس، هي داز، احط كل الافعال ايه؟ اس. يبقى مع هي والشي وات بحط الفعل ايه؟ اس. مع الاي والثي والوي واليو بيبقى الفعل في الايه؟ في المصدر. وده زمن الايه؟ المضارع البسيط، بيعبر عن ايه؟ عن عاده او تكرار، حاجه بتتكرر كل يوم او حقيقه، تمام كده؟ يبقى كل الوحده الاولى عندي عن المضارع البسيط. ليه؟ لانها بتتكلم عن الديلي روتين. الديلي روتين ادام عاده او تكرار يبقى مضارع ايه؟ مضارع بسيط. مضارع بسيط ولا مستمر يا سهيل؟ مضارع بسيط، تمام كده؟ طيب تعال نشوف اهم الكلمات اللي عندي في الدرس الاولاني. اول حاجه كلمه ديلي روتين، ديلي روتين، هيجي لي ديلي يشيل لي روتين، هيجيب لي روتين يشيل لي ديلي، يبقى انا ايه؟ ابقى عارفه الاثنين مع بعض. يرسل الاصدقاء يعني تكست فريندز، تكست فريندز، تكست مسج، رساله نصيه، فرقوا ما بين الاثنين. تكست فريندز يرسل الايه؟ الاصدقاء. تكست مسج، رساله نصيه. اقرا، انا اقرا على الاريكه، هقول الجمله ازاي؟ اي ريد اون ذا صوفا، اي ريد اون، حرف الجر اون، اون ذا صوفا. طيب عايز اقول انا اعيش في عماره سكنيه، اي ليف ان ا بلوك اوف فلاتس، يبقى عماره سكنيه او مجمع سكن اسمه ايه؟ بلوك اوف فلاتس، بلوك اوف فلاتس. كل الكلمات دي في الوحده الايه؟ في الدرس الاولاني. يلعب العاب الكمبيوتر، بلاي فيديو جيمز. طب يلعب شطرنج، بلاي تشيس، فوقي بلاي تشيس. طيب عايزه اقول حد عنده مقابله صحفي، مقابله عمل، هاف، بتاخد الفعل هاف، هاف ان انترفيو. طيب عايزه اقول هي عندها مقابله عمل، شي هاز، بقى شي وهي وشي وانت ياخدوا هاز، يبقى هي هاف. لو انا هقول اي هاف ان انترفيو، طب هي عندها مقابله صحفيه، يبقى شي هاز. بتيجي كتير في الاختيارات، تمام كده؟ طيب عايزه اقول يعمل العمل الدراسي، مش لازم بقى الواجب، العمل الدراسي اسمه ايه؟ سكول ورك، سكول ورك، بتاخد برضو الفعل ايه؟ دو، زي دو هوم ورك، دو سكول ايه؟ سكول ورك. طيب الفعل دو بيجي مع حاجات زي دو هوم ورك، دو سكول ورك، دو ثينجز. لو لقيت كلمه ثينجز سواء كانت قبلها باد ثينجز، رونج ثينجز، المهم كلمه ثينجز عندي تاخد الفعل ايه؟ دو، تمام كده؟ ودو بتيجي مع سبورتس،
عايز اقول انا بلعب رياضه هقول مش هقول اي بلاي اي دو سبورتس اي دو سبورتس. ايه الالعاب اللي بيجي معاها بلاي وايه الالعاب اللي بيجي معاها دو؟ الالعاب اللي فيها عنف بيجي معاها دو، الالعاب العاديه بيجي معاها الالعاب اللي فيها كوره بيجي معاها بلاي. يعني لو فوتبول تنس هاندبول الحاجات باسكتبول الحاجات اللي فيها الكوره بيبقى بلاي. الحاجات اللي هي زي الكاراتيه والجودو والحاجات دي بيبقى ايه الفعل ايه دو. تمام كده. طيب كلمه هوم عايزه اقول انا اذهب الى المنزل. كلمه هوم كلمه هوم ما بتاخدش حرف جر. جو هوم كنت هتقولوا ايه جو تو هوم. جو كلمة هوم ما بتاخدش حرف جر. I go home I back home. خلاص كده بقابلها كتير في الـ في الـ في الجمل يحط لي قبل هوم حرف جر. هوم ما بيجيش قبلها حتى لو كان الفعل بياخد حرف جر اصلا. يعني arrive in و at دولت arrive يا اما بيجي معاها ان للاماكن الكبيرة يا اما at للاماكن الصغيرة. ولكن لو استخدمتها مع هوم بقول arrive home ما بحطش معاها حرف جر خالص. تمام كده نخلي بالنا من الجزئية دي. وسائل المواصلات بتاخد حرف الجر؟ باي باي كار باي تاكسي باي ترين. تمام كده. طيب فرض ان انا حطيت قبل مثلا كار ا كار ينفع باي؟ يعني مثلا اي جو تو ورك باي كار. الجمله دي صح ولا غلط؟ و اي جو to work by a car. يعني الاولى صح والثانيه غلط. الاولى صح الثانيه غلط عشان ما بتجيش معاها بيجي وراه مفعول وممكن مصدر او to المصدر. I help mom make dinner. و I help mom to make dinner. الجملتين الاثنين صح. ليه؟ عشان الفعل help لو جه وراه مفعول بيجي وراه الفعل في الايه؟ في المصدر. وقاعدة تانية الفعل help لو جه وراه مفعول ممكن to الايه؟ to المصدر. يا اما المصدر يا اما to المصدر. طيب انا هيجي لي في الاختيارات ايه؟ هيجي لي واحدة منهم. يا اما الفعل في المصدر يا اما طول ما. يبقى لما الاقي الفعل هيلب وبعديه مفعول اي شخص هنا وبعدين هنا اختار يا اما المصدر يا اما طول ايه المصدر. هيجي لي حاجه واحده منهم في الايه في الاختيارات. طيب ليت عكسها ايرلي. ليفيو غادر عكسها ها حد بيمشي. الثاني ستاي. ستاي يعني ايه؟ يبقى. يبقى ليف عكسها ستاي. اند عكسها بيجين او ستارت او ستارت. طيب واند بتساوي فينش. فينش واند الاثنين عكسهم بيجن او ايه او ستارت. طيب برضو مهمه جدا بتيجي في كل الامتحانات. اون وهنا ضمير واي هوم. اون ماي واي تو والمكان. اون وممكن ماي ممكن هير ممكن هيز اي بقى هنا ده بيتغير. الاساسي عندي دي on my way to والمكان معناها في طريقي الى. تيجي ازاي؟ يشيل لي حرف الجر on او يشيل لي حرف الجر to او يشيل لي كلمه way. الثلاثه دول بتجيلي كتير خالص كل امتحان في الجزئيه دي. on هي مصطلح على بعض. on my way to وبعدين المكان معناها في طريقي الى. في طريقي الى المدرسه يبقى on my way to school. في طريقي الى المدرسه هتبقى ايه؟ on my way to school. هيشيل لي اي جزء يا اما يشيل لي way يا اما يشيل لي to يا اما يشيل لي on. دي مش ثابته دي بتتغير على حسب انا قصدي على مين. طريقي انا ولا طريقه هو ولا طريقها هي دي بتتغير. الثابت عندي on my way to. مهم هيشيل لي جزء منها دايما بيشيل لي مثلا حرف الجر او كلمه ايه او كلمه way. انا عارفه المصطلح على بعضه معناه في طريقي ايه في طريقي الى. طيب كلمه هام يعني هام important او vital. vital يعني هام او حيوي. vital vital بتساوي important. الحاجه اللي شايفينها جديده علينا ننقلها عشان الحاجات دي بتيجي كتير في الاسئله. ماشي يبقى vital و important. طب عكسها unimportant.
يبقى فايتال معناها مهم او حيوي او هام. فايتال وامبورتنت بيساووا بعض، عكسهم الاثنين ان امبورتنت. وكلمه كمان نيسيسري مهمه جدا او نيسيسري ضروري، يبقى الثلاث كلمات دول بمعنى واحد عكسها ان امبورتنت. يبقى فايتال امبورتنت نيسيسري، الثلاثه دول بمعنى هام. يعني انا لو هتكلم على الموضوع اقول الموضوع ده مهم، ممكن استخدم اي كلمه من الكلمات دي. دي اس خلاص، يبقى مهم يعني vital important necessary. عايزه اقول في طريقي الى العمل، هقولها ازاي. ماشي، he likes to do sports in his free time. عايزه اعمل سؤال على الجمله دي. هنبدا بقى الجمل اللي فيها مضارع بسيط زي ما احنا اتفقنا، كل الوحده دي بتتكلم عن المضارع البسيط، سواء كان هستخدمه في الباراجراف اللي هو الديلي روتين، سواء كان هستخدمه في المحادثه لو لقيت عندي فعل مصدر او فعل في اسم. ازاي اعمل عليه سؤال؟ دي كلها من المحادثات. يلا مين هيعمل لي اول سؤال؟ انا يوجوالي جد اب ايرلي. يلا عايزين نعمل اسئله. اول حاجه خطوات، ثواني عشان نمشي بالخطوات، الخطوات اللي بمشي عليها عشان اعمل السؤال. اول حاجه احدد الاول الجزء اللي هسال عليه. انا هسال هنا بيقول هي لايكس تو دو سبورت ان هيز فري تايم، ممكن اقول اسال على هيز فري تايم اللي هو بيلعب امتى وبيلعب رياضه امتى. ممكن اسال هو بيعمل ايه في وقت فراغه، هو بيعمل ايه في وقت فراغه اللي هي دو سبورت دي. دي عندي حلين على حسب بقى انا السؤال عندي طالب ايه. سواء الاثنين، انا اول حاجه في الخطوات بجيب الاداه الايه، اداه الاستفهام، بعد اداه الاستفهام فعل المساعد، بعد الفعل المساعد الفاعل، بعد الفعل الفعل في الايه المصدر. دي الخطوات اللي لازم امشي عليها، اخدها واحده واحده، ما تخبطش لو سمحت. رايح فين؟ يلا انا هنا اول حاجه حددت الايه، حددت اداه الاستفهام جبتها وات. بعد كده بعمل ايه؟ فين الفعل؟ طب الفعل المساعد بجيبه منين؟ من الفعل، الفعل اللي هو ايه؟ لايكس. في اس يبقى هجيب مين؟ ها؟ في اس يبقى هجيب مين؟ داز. يبقى وات داز، يبقى اول حاجه اداه الاستفهام، بعدين الفعل المساعد، خلاص جبته عن طريق الفعل. وات داز، الفعل عند مين؟ هي. وات داز هي لايك تو دو؟ لايك تو دو ان هيز فري تايم، هو بيعمل ايه في وقت ايه؟ في وقت فراغ. طبعا ما اقولش سبورت عشان دي الحاجه اللي انا بسال عليها. الخطوات اللي انا عملتها ايه عشان اعمل السؤال؟ انا هقول اداه استفهام. قول يا محمد. جبنا اداه الاستفهام والفعل المساعد والفاعل والمصدر. طب الفعل المساعد بجيبه منين؟ من الفعل. لو الفعل فيه اس بجيب مين؟ مصدر. لو الفعل مصدر بجيب مين؟ بجيب ايه؟ دو. لو الفعل الماضي بجيب مين؟ بجيب ديد. طيب there are four people in his family. انا عايزه اسال هنا على four people، مين هيعمل لي السؤال؟ four people ده ايه؟ عدد. يبقى انا هسال بايه؟ how many. يبقى اول حاجه حددت ايه؟ اداه الاستفهام، يبقى how many. اخد بالي من حاجه، هاو ميني بيجي وراه اسم الحد اللي بسال عليه، انا بسال على مين؟ على البيبل. يبقى هاو ميني بيبل الاول قبل ما اجيب الفعل المساعد، هاو ميني وهاو ماتش بعديهم اسم الحاجه اللي بسال عليها. هاو ميني بيبل كده انا جبت ايه؟ الجزء الاولاني. يلا مين هيجيب لي الفعل المساعد؟ ار زير.
برافو. بصوا هنا، انا هنا في عندي فعل عشان احدد عليه، هنا عندي فعل اساسي، يعني عندي لايكس، عندي لايك، عندي لايكد، ما عنديش فعل اساسي، عندي فيرب تو بي. يبقى في الحاله دي انا ما بجيبش حاجه من عندي، بطلع فيرب تو بي فوق هنا اهو كفعل ايه؟ مساعد. اما انا هنا ما كانش عندي هنا فيرب تو بي، عشان كده بصيت للفعل وجبت الفعل المساعد اللي يناسبه. تمام كده؟ يعني انا قدامي حلين، يا اما الاقي فيرب تو بي اصلا عندي اروح مطلعه عندي، ده اسهل حاجه. تمام كده؟ طب لما لقيتش فيرب تو بي ادور بقى على شكل فعل عندي، في اس اجيب داز، مصدر هجيب دو، ماضي هجيب ايه؟ ديد. اما لو انا عندي بقى الار جاهزه هي، اروح مطلعاها عادي خالص، اروح عامله هنا مقص، يبقى هاو ميني بيبل ار ذير، وبعدين اكمل الجزء اللي انا مش هسال عليه ده اهو، ان هيز فاميلي. اخدنا نوعين من الاسئله، واحد جبت الفعل المساعد من الفعل، واحد جبت الفعل المساعد من الاجابه نفسها. تمام كده؟ يبقى نخلي بالنا لو انا اصلا عندي فعل مساعد في الاجابه هستغنى عن دو وداز وديد خالص، هيبقى موجود عندي جاهز اهو. ها يلا، I usually get up early، مين هيعمل لي على دي؟ الجمله سؤال. انا الاول هو انا بصحى دايما بدري، يبقى كان السؤال ايه؟ متى تصحى؟ متى تستيقظ؟ ها وين؟ متى يعني ايه؟ وين؟ عندي هنا فيرب تو بي فعل مساعد ولا حاجه؟ مفيش. يبقى اجري على مين؟ على الفعل. نوعه ايه؟ مصدر. يبقى هجيب مين؟ دو. الاي هتتحول ليو. ليو، وبعدين يوجوالي نحطها زي ما هي، وجيت اب اللي هو المصدر. يبقى وين؟ طبعا مش هكتب ايرلي لان انا اللي بسال عليها. يبقى وين دو يوجوالي جيت اب؟ سهله ولا فيها مشكله؟ خطوات السؤال مهمه جدا، لو مشيتوا بالخطوات دي مستحيل تعملوا سؤال غلط. الحاجه اللي تلاقيها مهمه اكتبها براحتك، الحاجه اللي انت عارفها خلاص. ها سهله ولا فيها مشكله؟ فهم. اول حاجه احدد اداه الاستفهام، تاني حاجه فعل المساعد لو مش موجود عندي في الاجابه، لو ما عنديش فعل مساعد زي ده كده يبقى ادور على الفعل، مصدر هجيب دو، اس هجيب داز، في اس هجيب داز، ماضي هجيب مين؟ هجيب ديد، وبعدين اجيب مين؟ الفاعل، الفاعل لو عندي اي هحوله لمين؟ ليو، وبعدين اجيب الفعل في الايه؟ في المصدر. كده كونت السؤال بكل سهوله. الجزء اللي هسال عليه في السؤال ما بذكروش فوق. الجزء اللي هسال عليه، يعني انا سالت هنا على ايرلي اللي هي مبكره ما ذكرتهاش هنا. احنا كده؟ ها سهله ولا فيها مشكله؟ ده طريقه عمل السؤال في زمن المضارع البسيط، اللي هو كل الوحده عندي بتتكلم عن المضارع البسيط، سواء الفعل فيه اس سواء الفعل ايه؟ مصدر. ها فيها اي مشكله لحد دلوقتي؟ يبقى ده هينفعني، الجزء ده هينفعني في سؤال المحادثة. الجزء المضارع البسيط ده هينفعني في سؤال المحادثة. I live with my family، مين هيعمل لي سؤال؟ كل الحاجات دي جاية في المحادثات. I live with my family. ها مع من تعيش؟ من اللي هي مين؟ عارفين مع اللي هي with؟ مع اللي هي ويز. يبقى هو لا هو الاول وامشي بخطواتي. الفعل هنا مصدر هجيب مين؟ دو. والار اتحول ليو. ليف ويز، ومش هسال دي عشان دي اللي بسال عليه. يبقى هو دو يو ليف ويز مع من تعيش. سهله؟ لو مشيتوا على الخطوات هتلاقي كل حاجه سهله. طيب سؤال بيجي كتير قوي، كان اي اسك يو سم كويستشنز، دايما بيجي لي في اول المحاسبه، ممكن لو سمحت اسالك اسئله؟ الاجابه في الحاله ديت هقول يس يو كان، بيجي على طول يس يو كان او شور او هير يو ار، تفضل هير يو ار تفضل. تمام كده؟ يبقى اول ما الاقي سؤال كان اي اسك يو سم كويستشنز، ممكن اسالك بعض الاسئله، اي اجابه من دولت هتكفي. تمام كده؟ دي بقى مش محتاجه ان احنا ايه خطوات. طيب اخر جزئيه في الجزء الاسئله، هي ليف يس اي لايك listening تو
ميوزك. السؤال ده مختلف عن الاسئله اللي احنا حليناها في ايه. Do you like listen to music؟ برافو عليك. السؤال ده مختلف عن عن الاسئله دي في ايه؟ بادئ بايه؟ yes. اخد بالي اي اجابه عندي ببقى بيس ونو، مش هجيب اداه استفهام، هستغنى عن اداه، همشي بكل خطواتي زي ما هي، ولكن هستغنى عن جزئيه اداه الايه؟ استفهام. يبقى هبدا بخطوه ايه؟ الفعل المساعد. هبدا بخطوه الفعل المساعد. الان برافو عليك، يبقى هنا عندي الفعل في الايه؟ في المصدر، يبقى هجيب دو وامشي الجمله زي ما هي. من اسهل انواع الجمل اللي ممكن تجي لي عليها سؤال، دي اسهل حاجه ممكن تيجي، ولكن في ناس كتيره بتتلخبط منها وتحط لي هنا اداه استفهام. الاول اركز في الاجابه اللي عندي اللي انا هعمل عليها سؤال، فيها يس ولا نو ولا لا؟ ما فيهاش يس ونو، يبقى انا كده همشي بخطواتي اللي احنا قلناها دي، اللي هي اداه الاستفهام، فعل مساعد، فاعل، مصدر. طيب لقيت فيها يس ونو في الحاله دي بجيب الفعل المساعد على طول. هنا الفعل المساعد دو، والاي هتتحول يو. لايك، واكمل الجمله زي ما هي. تمام كده؟ يبقى ده نوع من الاجابات وده نوع تاني من الاجابات. نوع بيس ونوع بدور على الفعل المساعد. طب لو انا عندي اصلا في الجمله فعل مساعد، يس اي كان رايد ا بايك، ده نوع تاني اهو. الفعل المساعد موجود عندي جاهز، هنا بقى مش هجيب اي حاجه من عندي، هروح عامله نقص. يبقى كان يو رايد ا بايك، شفتوا السهوله؟ ده من اسهل الانواع اللي ممكن تيجي، ولكن في ناس كتيره بتلخبط فيها. فنفهم لو انا عندي اصلا الفعل المساعد موجود، يعني ايه الفعل المساعد؟ يعني am is are was where can will would could shall should، الحاجات دي كلها استخدمها كفعل مساعد وبيبقى معناها هل. خلاص كده؟ يبقى yes I can ride a bike عملنا، هتبقى السؤال عليها can you ride a bike. ها فيها اي مشكله؟ كده خدنا كل الحاجات اللي ممكن تجيلي في المحادثه بتاعه المضارع البسيط اللي هي بتاع الوحده الاولى، ودي من يعني من اكثر الحاجات اللي بتيجي في الامتحان. طيب اخر حاجه بقى في موضوع المحادثه، لو جالي واي يبقى الاجابه عليها بيكوز، او ايه كمان؟ او از او تو، لكي. ممكن واي هنا لماذا؟ لكي. يبقى لو جالي في السؤال واي اللي هي لماذا، الاجابه عندي بتبقى بيكوز او از او تو. خلاص كده؟ طب لو جالي اجابه فيها بيكوز او از او تو، يبقى السؤال عندي اكيد ايه؟ واي. يبقى ركز في جزئيه زي دي. خلاص كده؟ ده جزء الباراجرافات بقى اللي عندي، ماي ديلي روتين وماي بيست فريند في الوحده الاولى. ماي ديلي روتين طبعا احنا قلنا ازاي اتكلم على الديلي روتين، من اهيف الحاجات اللي ممكن تيجي. I get up, I help my mom, I do my homework, I go to school, I have five lessons، أنا عندي خمس حصص، I like English، أي حاجة عندك اكتبها مفيش أي مشكلة، المهم تبقى الجملة صغيرة وبسيطة وسهلة، يعني إيه؟ تكون واضحة، محدش يخبط ويخترع جمل كتير يعني ملهاش لازمة، تقعدش تألف في دماغك، لا، جملة بسيطة، فاعل، فعل، مفعول، كل ما هتصغر الجملة كل ما هتقلل عدد الإيه؟ الأخطاء اللي أنت هتعملها. يبقى ده الجزء الأولاني. في بس جزئيه صغيره، ايه الفرق بين كان وشال؟ انا عندي في الوحده ديت كان وشال، ها ايه الفرق ما بينهم وامتى اختار كان وامتى اختار شال؟ في الجمله ولا في المعنى؟ في السؤال، في المعنى، اه في الاستخدام. يعني عايزه ها طب ماشي، طب ماشي، انا هقول حاجه، هقول حاجه، هل يمكنني ان افتح الشباك؟ استخدم هنا ايه؟ كان اي اوبن ذا ويندو، هنستخدم كده، هنستخدم ليه بقى؟ عشان بقى بنطلب اذن او حاجه زي كده. اه بصي، ability القدره، هو انا اقدر افتح الشباك؟ لو سمحت، هو انا اقدر ممكن لو سمحت اشرب ميه؟ لو سمحت ممكن اخد حاجه؟ ده ability القدره، ان انا اقدر اعمل الحاجه دي ولا لا؟ مسموح لي اعمل الحاجه دي ولا لا؟ كان اي يوز يور بين، ممكن استخدم قلمك لو سمحت؟ فاهميني؟ يعني ده الغرض من استخدام كان، الابيليتي القدره، بتشوف انت مسموح لك الحاجه دي تقدر تعملها ولا لا؟ حد شايل حاجه تقيله واساعدك؟ كان اي هيلب يو؟ اقدر اساعدك؟ هيقول لي اه او لا، يبقى كان بستخدمها في الايه؟ في الابيليتي، ان الحاجه اللي انا بتكلم فيها عن القدره، هل معناها ايه؟ هل يمكنني ان اقدر ان انا اعمل كذا ولا لا؟ لقيت الجمله معناها كده؟ لقيت الجملة في مديه المعنى ده، يبقى انا في الحالة دي اختار ايه؟ اختار كان. طيب شال بقى بعرض المساعدة،
offering help شال عرض المساعدة. تمام كده؟ يعني انت بتعرضي على حد حاجة، بتعرضي على حد حاجة، في الحالة دي بختار شال. لقيتي عرض ان انت بتعرضي على حد حاجة يبقى اختار شال. لقيتي قدرة هو انا اقدر اعمل كذا يبقى هنختار كان. تمام كده؟ وصلت ولا ايه؟ دي مثال لشال. مثال لشال ماشي. يعني بينهم شعر حاجة بسيطة. هنا كان يأوبر ذا ويندو دي واضحة، هو هيجيبها لكم واضحة مش هيجيبها لكم يعني حاجة ايه محتاجة تفكير. كان يأوبر ذا ويندو يعني لو جاب لك اي اوبن ذا ويندو ديت انت بتعرضي عليه ان انت تفتحي الشباك ولا انت عايزة بتقولي ينفع ولا لا؟ لا ينفع ولا لا؟ يعني اقدر اعمل كده ولا لا؟ يبقى دي ايه؟ كان. تمام كده؟ طيب ان شاء الله هيلب يو كاري ذيس باج، وحد بيشيل الشنطة وهو مش قادر يشيلها فايه؟ اساعدك. انا بعرض مساعده اهو عليه، اساعدك ان اشيل الشنطه ولا لا؟ فانت هتقول لي اه او لا. يعني شادي بعد مساعده طلب الاه طلب المساعده. انت بتعرضي على حد اللي قدامك حاجه، بتعرضي عليه حاجه واقول لك اه او لا. اما كان بامكان، هل بامكاني ان انا اعمل كذا؟ ممكن افتح الشباك، ممكن اخد الكتاب ده، ممكن استلف قلمك، حاجات بتبقى واضحه ان فيها امكانيه او لا. يعني ممكن اعمل استسمح لي ان انا اعمل حاجه دي ولا لا؟ ماشي. اما دي بيبقى فيها عرض تقديم مساعده شويه، هي بينهم حاجه بسيطه خالص بس الجمله هتجيلي واضحه. يعني الجمله فيهم هتجيلي واضحه. تمام كده؟ ده الفرق ما بين كان وشال. طيب كلمه جذاب يعني عندنا بعض الصفات المهمه جدا. كلمه جذاب يعني attractive. كلمه ضخمه وكبير large big huge. large big huge عكسه h u g e h u g e small و tiny t i n y small و tiny. الحاجات دي بتيجي كتير في الاختيارات. حاجه سيئه terrible. برافو terrible. ده في الغالب بستخدمها مع الاكل، يعني الاكل طعمه وحش قوي هقول ايه؟ terrible. طيب عكسها في الاكل بقى delicious. يعني تربل لها استخدامات مع كذا حاجة ولها عكس مع 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 المعنى اللي هي جاية فيه. يعني مع الأكل عكسها ديليشس، ممكن مع حاجة تانية عكسها أتراكتف جذاب، حاجة وحشة حاجة جميلة أو بيوتيفول. تمام؟ على حسب أنا مستخدماها في الجملة مع مين. ما تربل ممكن تيجي مع الأكل، ممكن تيجي مع شكل، ممكن تيجي مع أي حاجة عجبتني أو حاجة ما عجبتنيش، حاجة حلوة أو حاجة وحشة. خلاص؟ يبقى تربل حاجة زي باد كده، بتساوي باد. اما مع الاكل عكسها اه ماشي كده. يبقى كلمه اتراكتيف جذاب، لارج كبير. طبعا كل كلمه كل صفه، اهم حاجه الصفات عندي، كل صفه لازم اعرف العكس بتاعها ايه. عايزه ايه حاجه؟ طيب تيربل وبتساوي باد عكسها على حسب معناها في الجمله. بور معناها فقير عكسها ريتش غني. تيبيكال نموذجي. تيبيكال نموذجي. كلمة سجن يعني بريزون، محدش يلخبط منها وبين بيرسون. دي بيرسون بيرسون شخص. بريزون سجن. طيب كل امتحان بلا استثناء، كل امتحان بيجي لي فيه التعريف وانا بختار. كل الامتحان هقول لكم التعريف اللي بيجي: بليس وير بيبل جو وين ذي دو سمثينج باد. بليس where people go when they do something bad. مكان الناس بتروحوا لما تعمل شيء غلط. يبقى دي اختيارها على طول prison. التعريف بتاعها كل بصوا كل الامتحان بلا استثناء الاقيها الجمله دي بتاع السجن دي. مش التعريف. نعم. نفسها. ما هي اهي prison. لا اللي هو place اللي هو ما هو ده التعريف، ما هو ده الديفينيشن بتاعها. ده الديفينيشن بتاعها place. يبقى اول ما الاقي الجمله دي يبقى اختار كلمه prison. where people go when they do something
رونج او باد، يا اما رونج يا اما باد. يبقى مكان الناس بتروحه لما تعمل شيء غلط، دي اخطر كلمه على طول بريزن، وفرق بينها ما بين كلمه بيرسون. طيب ذا ميتر رود ذات ذا ترين ترافل اون، ميتر رود ترين ترافل اون، ريلوي لاين. برافو عليكي. خط السكة الحديد دوت يعتبر طريق بيمشي عليه الايه القطار، عليه القطار. التعريف بتاعه ايه؟ التعريف بتاعه ميتال، ميتال رود. يعني ايه ميتال رود؟ طريق حديد او معدني. ذات ذا ترين ترافل اون، اللي القطر بيمشي ايه عليه. يبقى في الحاله دي اختار ايه؟ ريلوي ايه لاين. طيب بيبل وذاوت انف ماني، بور. برافو. وزود ان الناس اللي ما معاش فلوس تبقى ايه؟ بور. دي تعريفات بتيجي على طول، لازم ما فيش امتحان ما بتجيش فيه كده. طيب التعريفات المهمه برضو اللي بتيجي على طول، something you turn on or off to get water. turn on or off to get water. ها صنبور يعني ايه؟ لو تيب حنفيه. انهي واحده بقى؟ هتجي لكم في الاختيارات كده. ايوه لا 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 بقى ما اجيب لكم بقيتهم وقول لهم عشان تبقوا عارفين. قول انهي واحده دي؟ صنبور. دي صنبور. دي تيب اختصار تابلت. دي طب يعني حوض او بانيو. تيب شريط لاصق، فابقى عارفه كل المعاني. يبقى انا لو هختار صنبور او حنفيه هختار تاب اللي بتبيل ايه؟ اللي بتبيل تقيله. تمام كده؟ في الخارج يعني اوتسايد عكسها انسايد، وبتساوي اوت دور وعكسها ان دور. حول العالم معناها اراوند ذا وورلد. Around the world بتيجي كتير اختيارات. يتشارك مع يعني مثلا share with. انا اتشارك الغرفة مع اختي مثلا. I share the room with my sister. طيب ياخذ حد المكان بعيد، يعني حد جم في القصة بتاعت البنت لما جم اخذوا ابوها بعيد لمكان السجن. take away from بتيجي مع بعضها وبيشيل لك حرف جر، يا اما اوي يا اما فروم. يبقى تيك اوي فروم ياخذ شخص لمكان ايه؟ لمكان بعيد. يكتشف يعني ايه؟ يكتشف. فايند اوت معناها يكتشف. كل دي حروف جر. لو جات لي في الاسئله تيك اوي فروم دي كلها حاجات بتيجي بيشيل لي حرف الجر وبختار على اساسها. يبقى تيك اواي فروم ياخد شخص بعيد. يكتشف يعني فايند اوت. طيب يطلب المساعده من حد. اسك فور هيلب. اسك فور يبقى الفعل اسك بيجي معاه فور معناها يطلب. حريص مع كيرفول ويذ ينتقل من مكان لاخر. move from to كل الجزء ده حروف جر، من اكتر الحاجات اللي بتلخبط هي حروف الجر. طيب قريب مهم جدا بقى، بتيجي كلمه نير. طيب نير بتساوي جات لي كتير في امتحانات كتيره ومحدش عارف يختارهم. نير قريب بتساوي كلمه ايه؟ عايزه كلمه قريب زيها بقول معنى. انا عارفه ان هي فار بعيد، ده العكس فار. كلمه كلوز بتيجي كتير جدا. لا هنا قريب، هنا ظرف بمعنى قريب. يبقى كلوز لها كذا معنى. لو هي هتبقى نفس معنى نير يبقى قريب، يبقى نير بتساوي كلوز والاثنين عكسهم فار. جت كتير في اختيارات ومحدش عارف يجيب الجمله يفتكرها كلوز اللي هي يغلق. لا كلوز لها معنى تاني اللي هي معنى قريب. على حسب المعنى. لا هيقول لك الكلمه اللي بتساوي نير ايه. ذا سينونيم اوف نير ويجيب لك اختيارات. هي بتيجي كده ذا سينونيم اوف نير معنى نير، هيجيب لك كلوز في الاختيارات. فاهمه يعني لو كانت اول مره تجيبنا هنعرف منين الكلوز ده معنى تاني. ما انا قلتها اهو بقى. مش هلحق قبلها يا حبيبتي. ما انا قلتها اهو.
ما انا بقول لكم الحاجات اللي قابلتني في الامتحانات وحسيت ان فيها لخبطه اللي ممكن تلخبطوا فيها، انا جمعتها كلها عشان ايه؟ انا باكل ليها. تمام كده؟ طيب انا عايزه اقول الفرق بين فورجيت، انا عندي فعل فورجيت بيجي وراها حاجتين. طيب بصوا انا عايزه اقول انا نسيت اعمل الواجب، مين هيقول لي الجمله؟ انا نسيت اعمل الواجب. I forget to do my homework. forgot forgot بقى ماشي. انا نسيت اعمل الواجب. طيب انا عملت الواجب بس نسيت ان انا عملته. انا عملت الواجب بالفعل ولكن نسيت ان انا عملته. ها قلت لك عملت واجب بس الساعه 6 انا عملته. طب ايوه انا نسيت الواجب. انت عملت مرحله ورا عشان انا عملت بس الكورس. انا حورت على الصوره دي. الفعل فورجيت بيجي معاه حاجتين، ركزوا معايا في الجزئيه دي عشان تفهمي من الجمله هو الحاجه اتعملت ولا لا الاول عشان تقدري تختاري تو المصدر ولا فعل اي ان جي. فورجيت تو انا ما عملتش. ما عملتش يبقى انا نسيت. الفعل لم يحدث يعني I forgot to do my homework. انا نسيت اعمل الواجب. انا عملته ولا لا؟ ما عملتوش، انا نسيت خلاص. طيب لو جات لي جمله I forgot doing my homework، المعنى ايه في الجمله دي؟ فورجيت والاي ان جي انا عملته بس انا نسيت ان انا عملته وفتحت الكراسه لقيتني عاملاه، ده المعنى. فانا لو جات لي الجمله الشخص ده ما عملش الحاجه يبقى اخترت والايه والمصدر. طب الشخص ده عمل الحاجه ونسي ان هو عملها يبقى اختار الفعل ايه؟ اي ان جي. مهمه جدا، هي بعيده يعني ان هي تيجي عليكم شويه بتيجي للثانوي ولكن برضو لازم تبقوا عارفينها. يبقى forget to الفعل حدث، الفعل لم يحدث. اما forget ing الحاجة حصلت بس انا نسيت ان هي حصلت. انا نسيت ان هي حصلت. يبقى هيجيب لي في الجملة يبين لي ان الحاجة دي اتعملت ولا لا. لو هي اتعملت وانا نسيت يبقى اختار ing. لو انا نسيت ان انا اعملها اصلا وما عملتهاش يبقى اختار طول ايه؟ طول مصدر. مهمة جدا الجزئية دي. هي مستبعدة عليكم شوية لانها يعني ايه؟ بس برضو نبقى عارفين كل حاجة. كلمة الريف يعني كانتري سايد. كانتري سايد او the country. the country. طب كانتري بس لوحدها؟ ها كانتري لوحدها دي دولة من غير اي حاجة، دي معناها دولة خلاص كده. طيب لو جاء بقى قبلها the country بقت معناها الريف. طيب كانتري سايد برضو الريف. يبقى كلمة الريف لها معنيين، the country وcountry side. اما دولة country بس من غير اي حاجة. افرق برضو ما بين الاثنين دي بتجيلي في الاختيارات. الفعل يقترح. يقترح معناها suggest. suggest معناها يقترح. يجي وراها فعل ing او جملة ذات وجملة. يعني مثلا انا اقترح الذهاب الى السينما. هقولها ازاي؟ ها I suggest going. دي بتيجي ازاي؟ اختيارات. هيجيب لك suggest ويقول لك اختار شكل الفعل. او في المحادثه I suggest going to the cinema. ها I suggest going. خدنا ايه كمان بيجي وراه ing؟ نجيبهم بقى كلهم. recommend UCB. recommend يا اما noun برضو يا اما verb ing. I recommend visiting the museum. انا بوصيك بزيارة المتحف. يبقى suggest ing recommend ing. اخر مصطلح ومهم جدا وفي كل الامتحانات look forward to. look forward to مستحيل امتحان يعدي من غير ما يجي لي المصطلح ده سواء كان في اي حاجة بقى. look forward to بيجي وراها فعل ing. اركز في الجزئية دي جدا. يبقى suggest فعل اي ان جي. الحاجات اللي بيجي وراها اي ان جي نكتبها. suggest اي ان جي. recommend noun او اي ان جي. ممكن noun، ممكن لو ما عنديش فعل اي ان جي اختار اسم. ماشي؟ يعني مثلا انا بوصيك بالفيلم I recommend that film.
طب عندي واتشنج، يبقى واتشنج ذات فيلم على حسب اللي عندي في الاختيارات ايه، يبقى يا اما ناون يا اما فيرب اي ان جي. اهم جزئيه لوك فورورد تو بيجي وراها فيرب اي ان جي، يبقى ثلاث حاجات بيجي اي ان جي. طيب فرض ان انا لقيت سجست بعدها ذات، هعمل ايه؟ سجست بعديها ذات، في الحاله دي لازم اجيب جمله كامله، هبعد بقى على الاي ان جي خالص. لو اي ذات مع اي كلمه هيجي وراها جمله، يعني هنا عايزه اعمل الجمله دي suggest that we go to the cinema، جت جمله كامله فاعل وفعل اهوت وحرف جر، خلاص كده. يبقى suggest وراها وجاب لي سبيس وراها مكان وراها، يبقى انا في الحاله دي اختار فعل ايه؟ اي ان جي. طب جاب لي ذات وراها يبقى لازم بعديها ايه؟ جمله كامله مكونه من فعل وفعل على الاقل يعني، خلاص كده. الجزئيات دي مهمة جدا، مش عايزين مش هنعرف بقى نكرر الحاجات دي تاني. طيب عايزة اقول انا اختي عندها 7 سنوات، اختي عندها 7 سنوات، my sister is 7 years old، صح كده؟ زي ما احنا بنقولها I am 10 years old, I am 15 years old. طيب لو انا كتبتها كده، لو لقيتها ما بينها شروط شرطه، لو لقيتها ما بينها شرطه في الحاله دي يز هنا صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ لازم اشيل الاس هنا. يبقى يز امتى احط لها اس؟ لو ما فيش شرط ما بين ما بينها وما بين الرقم 7 years old، دي صح تمام. طب انا لقيت شرط ما احطش ليرز اس ابدا. ليه؟ لان يير هنا صفه، الصفه لا تجمع، ما ينفعش احط لها اس، خلاص كده. 7 year old girl، البنت ذات السبع اعوام، هنا صفه للبنت فالصفه لا تجمع، ما ينفعش احط لها ايه؟ اس. فلو لقيت عندي الشرط وجايب لي الجمله يبقى انا هختار يير من غير ايه؟ اس. طب لو مانث برضه هختارها من غير اس، المهم ان انا ايه؟ الكلمه هنا لا تجمع، ما ينفعش احط لها اس لو في شرط. يبقى شلت الشرط احط الاس عادي، الشرط محطوطه يبقى ايه؟ استغنى عن الايه؟ عن الاس. طيب الاشياء بقى اللي موجوده في المنزل عندي، الحاجات اللي موجوده عندي في المنزل، انا هقول لكم كرسي بمسانب ارم تشير، حوض، بيسن، ماشي، سجادة، حاضر، سجادة، كاربت، الستارة هي اللي كيرتنز، ده كلكم بتلخبطوا ما بين السجادة والستارة، معرفش اللي فيه ايه، كاربت يعني السجادة، بتبقى دايما بربطها بكلمة فلور الأرضية، فلور. طيب ستارة، كيرتنز، كيرتنز اللي هي الستائر. طيب خزب يعني امتى اختار؟ امتى اختار ووردروب وامتى اختار كابورد؟ ووردروب اللي هو الدولاب اللي بحط فيه الملابس، اللي هو مخصص للملابس فقط. كابورد دي زي خزانه، ممكن تبقى في المطبخ، ممكن تبقى في الحمام، ممكن تبقى في اي حته، خزانه لاغراض كتيره انا بستخدمها على حسب الغرض اللي انا عايزاه، احط فيها هدوم، احط فيها حاجات، اشياء، تمام كده. اما لو قالك ملابس مثلا the place where I put my dresses، المكان اللي بحط فيه الفساتين بتاعتي، يبقى ما ينفعش اختار كابورد، يبقى اختار وورد ايه؟ وورد روم. اما كابورد لو قالك في المطبخ in the kitchen يبقى اختار ايه؟ الكابورد. افرق ما بين الوورد روم والكابورد، الاثنين في المعنى معناهم خزانه، ولكن كابورد خزانه لاغراض كتيره، منها الملابس ومنها اي حاجه، اما الوورد روم مخصص الملابس فقط، تمام كده؟ طيب يعني ايه يتماشى مع؟ يعني انا بقول لهم الستاير متماشيه مع السجاد، هتبقى الفعل ايه؟ ماتش. قلت لهم ماتش معناها مباراه، ماتش معناها مباراه، وعندنا في المنهج معناها يتلائم مع او يتماشى مع، اللون ده ماشي مع اللون ده، وبيجي معاه الحرف الجر وذ، ماتش وذ. مفتوح يعني open عكسها كلوز، او كلمه لوك تيجي برضو في الاختيارات، ما يجيليش كلوز مش هجيب لكم كلمه واضحه، يعني كلمه لوك يعني مغلق، برضو كلمه لوك برضو معناها مغلق، بتيجي كتير في الاسئله. طيب
تي في وراديو وكمبيوتر بياخدوا حرف الجر. تي في راديو كمبيوتر ياخدوا حرف الجر ايه؟ اون. اون تي في، اون راديو، اون كمبيوتر، اون ذا انترنت، الحاجات الحديثه كلها بنستخدم معاها والاجهزه الحديثه اون. الكلمات اللي بيتعامل معامله المفرد اللي احنا خدناها في الترم ده ايه؟ اللي هي اللي هي تعامل معامله المفرد. الكلمات فرنيتشر، فرنيتشر اثاث، دي اقول معاها از، اختار معاها الفعل المفرد. نيوز اخبار، ماثيماتكس رياضيات، جيمناستكس وانفورميشن واثليتكس، كل الكلمات دي معاها الفعل ايه؟ مفرد، ما ينفعش اعملها معامله الايه؟ الجمع. عندي فرنيتشر نيوز والماني، والماني مفرد، وماثيماتكس وجيمناستكس واثليتكس وانفورميشن، كل الكلمات ديت اعملها معامله المفرد. تمام كده؟ طيب ايه الفرق بين بين فريند وكيبل؟ بين فريند وكيبل، بين فريند انا الاثنين اللي هو صديق الرسائل والرسائل اللي هي ورقيه. تمام. ايوه برافو عليكي، ده صديق انترنت. لو انت حد ما شفتوش وتكلمه كده على الشات اونلاين يبقى اسمه كيبل، ما يبقاش اسمه بين فريند. اما ده مراسله بتبعت له خطابات او كده، بين فريند صديق مراسله. اما كيبل انت ما شفتوش انت على الانترنت بتكلمه، اللي هو صديق انترنت. صديق انترنت. ده الفرق ما بين الاثنين، مهمه جدا. ماشي؟ بس انا